الحديث أكثر يلتحق بنا في الاستوديو الدكتور ماجد الموزان المحامي. أهلا بك دكتور ماجد معنا. أهلا وسهلا. يعني بداية لما يعني ماذا لو لم تتقدم الدولة السعودية في محاربة الفساد وتجتث الفاسدين، هل ستنجح برأيك خطة رؤية المملكة 2030 التنموية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من المعلوم أنه ما يمكن أن يتم الإصلاح إلا بمحاربة الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلا يمكن أن تتحقق رؤية إصلاح إلا بمحاربة الفساد. هذه قاعدة ربانية وقاعدة شرعية. سمو الأمير رعاه الله والقيادة الحكيمة انتهجت المنهج هذا، وهي يعني خطة سابقة، لكن كان منهج الدولة في السابق كان المهادات، كانت وضعت حساب لمن أخذ مال عليه إعادته يعني بالتي هي أحسن. لكن يعني عهد الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان حفظهم الله اللي يسمى عهد الحزم، يعني أتوا الذي لن يتعاون مع الدولة يعني سيتم التعامل معه بالحزم والشدة، وهذا ما قامت به. والدليل الأموال التي أعيدت الآن، والدليل والأموال التي أعيدت سابقا، الأموال التي أعيدت الآن كما ذكر في التقرير مليارات، هي ميزانية الدولة وليست يعني مبالغ بسيطة يعني أو أشياء يعني طفيفة، بل هي ميزانية مئات المليارات. الدولة وضعت يدها على الجرح. بعض المسؤولين الآن في القضايا التي تعالج والتي تعلنها هيئة مكافحة الفساد، شيء الحقيقة مخزي أن هذا المسؤول الذي وضعت له الأمانة يتلاعب بأموال البلد. يعني مثلا المسؤول الذي تلاعب مثلا في مشروع جامعة، مشروع بلدية، مشروع أي مشروع، يعني احنا محامين وتطرح علينا بعض القضايا هذه ونسمع في يعني اخبار هيئه مكافحه الفساد. يا اخي شيء مؤلم ان ابنك لا يستطيع ان يتعلم، او بنتي، او مثلا مبنى ينهار بسبب تلاعب مسؤول وتلاعب فاسد طمعا في هذا المال الذي ليس له. ولاة الامر والقياده الحكيمه والملك سلمان وسمو الامير محمد بن سلمان قال اعمل معنا وهذا البلد سنصلحه من اجلك. الكلمة الأخيرة التي قالها سمو الأمير قال أهم شيء عندي إيش؟ المواطن السعودي. أنت المواطن السعودي، أنا أحارب الفساد من أجلك، فيجب أن تكون عونا لي، يجب أن نكون عونا للجميع يدا بيد لمحاربة الفساد. كيف؟ طبعا هيئة الفساد يعني ترسل رسائل الإبلاغ وما الإبلاغ، لكن إحنا قبل الإبلاغ نناشد المسؤول، نناشد الرجل الذي تمنته الدولة هذه الأمانة، اتق الله فيما تمنت عليه، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت أخذت هذا المال ستحاسب عنه، أيما جسد النبت من سحت في النار أو لابه، يجب أن يخاف الله في هذه الأمانة وفي هذه المسؤولية التي ألقيت عليه. بعدها يجب أن يتعاون الجميع، المسؤولين الأقل والأعلى، يجب أن نتعاون كلنا في اجتثاث الفساد، لا نخاف من مسؤول. ويجب أن الإعلام يعني الآن يتعاون ويتفاعل مع هذه القضايا. الآن عندنا الآن الدولة تحارب الفساد، الناس تقول طيب ما زال يعلن عن قضايا فساد، طبعا شعيب عليه السلام وهو نبي وما زال فيه فساد، لكن الآن يعني الدولة تحارب الفساد المالي وهي محاربة شديدة، لكن يجب أن نعرف ما هي أسباب الفساد، لماذا تتكرر. أنا أناشد سمو ولي العهد وأناشد معالي الأستاذ مازن الكهموس معالجة الفساد الإداري، لأنه هو من يتسبب أو هو جزء من الفساد المالي. التعقيدات التي يراها الناس والتي تحصل في المجتمع وفي بعض الجهات الحكومية هي من أسباب الفساد المالي. أعطنا مثال. أنا الآن كمحامي وراجع في بعض الجهات وتتعقد أموري، تمام؟ قد يأتيك شخص يعرض عليك أنا بصلح لك موضوعك وخلصنا، هذا شيء واقعي للآن. 5,000 6,000 لا بعضهم أعلى، في ناس طموحهم أعلى شوي، تمام؟ فهذا يجب أنه يحل. الآن الدولة اللي قاعد تحاربه ولله الحمد والمنه وهدت كثير من الطرق للاستثمار الناجح. الآن صار الناس تخاف بعد هذه القرارات وبعد هذا القوض وبعد الذي عمل، يعني الجهود التي عملتها هيئة الفساد بتوجيهات ولاة الأمر وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، الحمد لله قل الفساد. احنا نشوفه على الواقع، صرت الحمد لله يعني تحل أمورك بكل يسر وبسهولة. من أول كان يقول لك كليتك في كل جهة ولد عم، ليش؟ علشان يخلص أمورك. الآن لا،
الأمور التقنية، الناس المسؤولين صارت تخاف، لكن نبغى أكثر وأكثر، لأنه ما زال رواسب في التعقيدات الإدارية، ما زال عندنا فساد إداري. الآن بعض الجهات مع الأسف استغلت من بعد كورونا صارت تتعقد الأمور. أنا كمحامي أروح الآن أبغى أقابل، يعني أقابل محقق أو أتابع قضية، ما أستطيع والله كورونا، لكن أقدر بمعرفتي أجيبها، وهذا يؤسف له اللي يروح للمحكمة، اللي تتعطل أموره يعرف له قاضي أو يعرف له موظف البلدية وغيرها. يجب أن تكون الأمور الناس يعني شفافة وواضحة، وهذه هي سياسة ولاة الأمر، هذه سياسة الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، يعلن الشفافية ويطرحها طرح واضح وشفاف. نتمنى من كل مسؤول أن يتحقق من الجهات اللي عنده، من الموظفين اللي عنده، أن يحارب الفساد الإداري كي نتخلص من الفساد المالي. الفساد المالي في جهة يعني وفي مباحث إدارية وفي هيئة الفساد تقوم بجهد عظيم، لكن يبقى المسؤول الذي على رأس الجهة أن يحارب هذه التعقيدات لتنتهي إن شاء الله الأمور الفساد المالي والفساد الإداري، وكي أنا أصل لحقي بحقي بالنظام ولا أحتاج لأي طرق التوائية أخرى. المرحلة السابقة بسنواتها التي مضت، ما الذي تطرحه من عنوان لها، وما هو عنوان المرحلة المقبلة من محاربة الفساد والمفسدين؟ المرحلة السابقة هي هيئة الأمور، المرحلة التي نحن فيها عملت بتحقيق هذه الرؤية، ولي الأمر الملك سلمان ومحمد بن سلمان طرحوا هذه الرؤية، ومن ضمنها محاربة الفساد، عملوا لها وطالبوا من المجتمع أنه يعمل معهم، وبإذن الله سنراها. يعني الجميع يعني كان يعني يشتكي عند مراجعة الجهات وأنه لا يؤخذ له حق، وأنه يؤخذ حقك في وضح النهار، مسؤول يأخذ أراضي ليست له، مشاريع عقود دولة لا تنفذ، العقود هذه التي لا تنفذ والمشاريع التي لا تنفذ أنت ستتأذى منها، وأنا والمجتمع كلها سواء في الطرقات أو في الجامعات أو في غيرها. الآن الدولة تسعى لتهيئة هذه الأمور لكي ينال كل ذي حق حقه. ولكن إلى متى الحرب على الفساد؟ هل يعني أنجزنا مثلا النسبة الأكبر من الحرب على الفساد؟ هل تبقى القليل؟ إلى أين؟ والله أنا أتوقع أن قطعنا مشوار طويل، والدليل الشفافية والإعلان عن القضايا، يعني قضايا كبيرة جدا جدا يعني، والناس الآن بدأت تتهيب، الإعلام الآن تشوف بعض حلقات ناس القصبي يعني أنه نزاهة، أنه الآن صار له صيت. الحقيقة أنا عندي الأربعاء القادم مشاركة في مع جامعة الكويت، اتصلوا فيني دكاترة من جامعة الكويت في كلية الحقوق، والله كلهم يثنون على إجراءات هذا البلد ومحاربة الفساد والتطوير اللي حاصل في هذا البلد. الحمد لله نحن على الدرب نسير بفضل هذه القيادة، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل هذه القيادة الحكيمة، وبإذن الله سنصل لرؤيتهم ويصلون لأهدافهم المرجوة التي أنشد قالها ولي العهد أهم شيء المواطن السعودي، وبإذن الله أن يتحقق كل خير لهذا البلد. بتطرق لك لهذه النقطة، يعني ما هو موقع هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية من بين الهيئات عالميا العالمية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد؟ والله شوف، هيئة مكافحة الفساد يكفي أن جميع الدول تتمنى أن تكون عندها مثل هيئة الفساد في دولها، وهذا يكفيها فخرا، يعني تقوم بدور كبير، دور ملموس يعني بلا شك، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ما في شيء يكمل، لكن تقوم بجهد كبير جدا جدا، تعاونت مع الناس والناس تعاونوا معها في الكشف عن القضايا. يعني تشوف مثلا أنت قصة في الأحكام التي تصدر، يعني لما مثلا القضايا التي تحال المحكمة وفي يمكن 90% يصدر فيها أحكام بالإدانة، وفي لها الحقيقة بادرة جيدة اللي هي التسويات المالية، بعض الأمور إذا كان مثلا بعض الأشخاص أخذ مبلغ معين يعني عن حسن نية أو لبس معين تطالبه بإعادته وتحل الأمور بينها، وهذه التسويات نتمنى أنه يتوسع فيها لأنها تحل مشاكل كبيرة، أعادت مبالغ كبيرة، لها جهد ملموس، نسأل الله لهم التوفيق. من خلال رصدك وتقييمك للمرحلة الماضية من محاربة الفساد، ما نسبة الحرص من قبل هيئة مكافحة الفساد على سرية مصادر المعلومات، على المبلغين، توفير الحماية الشخصية المعنوية والمادية كذلك لهم فيما مضى من حرب على الفساد؟ نتكلم عن بعد إنشاء هيئة مكافحة الفساد، يعني هي الآن
وضعت أرقام معينة للإبلاغ. بالإمكان تجي يستقبلونك أو بالاتصال أو هم يتواصلون معك بطرق معينة، ولله الحمد المنه الأمور سائرة وفق الخطة والمنهج. ويعني والدليل أن الإعلانات المتلاحقة عن إجراءات القبض التي تتم في قضايا الفساد. أشكرك جزيلا لحضورك معنا ومشاركتك، كنت مع